اكسترنال عمليه اكسترنال فيكسيشن زي الاكسترنال ميدياليزيشن في اكسترنال لاتراليزيشن دي اللي اسمها الوود مانوبريشن. طبعا الري امبريشن اللي ما بتنفعش سواء هنا او هناك يعني وممكن يفضل بالتراكيوسكوب. قبل بس ما نشوف الفيلم بقى بتاع الليزر نشوف كلمتين عن البايلاترال ادكتور اللي هما ما بيقفلوش اللي هما الاثنين مفتوحين. طبعا ده العين ده قلنا بيموت من النمونيا ده ممكن تركب له تراكيوستومي وسبيكنج فالف او كف. على فكره ممكن تشيل له اللاركس يعني ممكن تشيل له اللاركس ما يعني هيموت هيبقى دي موضوع يعني ده اللي هو مش مكتوب عندكم اخطر من ده يعني ده هتعمل له تراكيوستومي هي خلاص حلت مشكلته. لكن ده تراكيوستومي وبعدين ما هو برضه هيحصل اسبريشن فلازم التراكيوستومي دي فيها كف فيها بالونه. هنتكلم عن الموضوع ده المره الجايه. ما هو غالبا بقى البلاط الادكتور ده بيبقى جاي من حاجه سنتر فغالبا العام بيموت منها عشان كده مش كومن تشوف يعني غالبا العام ده عنده انفكشن في البرين عنده مشكله في يعني فغالبا اسبابه اسباب مش كومن. فالحسن الحظ ان هو يعني مش لحسن الحظ يعني ان هو ما بيجيلناش كالف اذن ما بيجيلناش كتير لانه مشكله. في طبعا في عمليات كتير اسمها لينجل كروزنج اوبريشن يعني مثلا في عمليه بتجيب البروبولوتوس تقفلها يعني بس انت بس انا مش عايزك تفهم الكلام ده عايزك تفهم ان في حاجه اسمها بايلاتر ادكتور بس بايلاتر ادكتور بايلاتر ادكتور بس بايلاتر ادكتور ده مشكلته انه فيه عشان نمونيا بس مش عايزك تعرف غير كده. اتمنى بقى من كل قلبي ان الفيلم بتاع الايه ده بقى عيان دي عيانه كانت عامله ثايرويد وعندها بايلاترال ادكتور باراليسيز البوجا كورد ادكتز اثنين. طبعا على فكره وهي نايمه شكلهم مفتوحين سنه عشان هي واخده مصر لاكسن بس في الحياه هم الشنك اضيق من كده يعني هي عامله تراكيوستومي بنقعد اهو ننشن ان هو على الليزر كده اول شويه وبنحس عشان احنا في منطقه معينه اللي بتبتدي يفتح فيها نفتح بقى في الحته دي كده هوريكم الصوره هتتعدل احسن من كده بعد شويه. شايفين ابتدت حته توسع اهي. بصوا بقى هنا كل دي يعني هو الكورد ده كانت اللي جنبه كده فالحته دي اللي احنا ايه على فكره الكورد دي ملي ونص مثلا انت شكلها كبير قوي كده مش كده يعني انت متخيل البتاعه دي كلها مثلا 2 ملي ولا حاجه. حاول توسع بقى لاتر كويس قوي عشان ما تقفلش تاني هي بتقفل بس المهم ما تقفلش قوي يعني الليزر اهو طبعا الشفاط بس عشان الفيوز ما تطلعش في عينيك. ادي واحد اهو في الميد لاين والتاني المفروض كان في الميد لاين جنبه. شلنا بقى الجزء البوستير دي اسمها بوستير كوندكتور نشيل القطمه بقى انا غالبا بسيب القطمه شويه كده اهو عشان تعمل فيه موستيزس يعني وامشي وبعدين نشيلها بعد خمس دقائق. ده اسمه الليزر ده الليزر بوستير كوندكتور بنعمل حالات كتير قوي يعني هو انكم تكونوا انبسطتوا يعني استفدتوا حاجه. المره الجايه ان شاء الله اخر مره هناخد بقى التراكيوستومي ونتفرج على عمليه التراكيوستومي بتتعمل ازاي. اقول لكم عمليه كامله من اولها كده.